القصف مستمرا على حيبة ابو عمر اليوم تاريخ 17/2/2012 هذا اليوم الرابع عشر على التوالي القصف. هاي قذائف الهاون والصواريخ التي يعني اجوات الصواريخ تبعد عن هذا المكان اقل من 500 متر هي متواجده هنا في المدينه الجامعيه تستهدف بيوت الامنين وبيوت الاطفال. القصف لم يهدأ منذ اكثر من منذ اسبوعين تقريبا. هذه شوارع ابو عمر خالد لا يمكن لاي انسان ان يعيش تحت هذا القصف. هذه شوارع بابا عمر خالد الناس منتشرون هنا على هذه الأبنية. الله أكبر دبابات الأسد تقصف حي بابا عمر 17/2. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقصفون يا الأحياء المدنية. الله أكبر إنهم يقصفون يا عرب. يوم الجمعة 17/2 الساعة 7 صباحا. الله أكبر.